السلام عليكم. السلام. نعم. نعم يا شيخ. كنت عايز أستفسر بس عن حاجة. اتفضل. أنا شاب عندي 23 سنة. أيوه. ومن حوالي سنة كنت عايز أتزوج يعني أو أخطب فتاة عندها فتاة مطلقة وأكبر مني. اسأل يا عبد الرحمن. فتاة مطلقة وإيه؟ وأكبر مني في السن. وبعدين أمك مش رافضة. بالظبط. كان الرفض تام وحصل مشاكل كتير الكلام ده من سنة ولحد دلوقتي هم رافضين رفض تام. خلاص ابحث عن واحدة. تنصحني بإيه؟ والله أنصحك ما دام الأمك بهذه الطريقة وشديدة في هذا الباب وتريد لك واحدة أقل منك سنا وأنسب لها منك، اسمع كلام الأم ولا تنشئ مشاكل، وهي ربنا يتولاها لن تضيع. يعني ما فيش حل ثاني ممكن يكون، او هل هيكون في اسم لو انا تزوجتها يعني برفضه؟ انا اكلمك، انا امك رافضه تماما، ماذا نصنع؟ يعني